اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وبنوره وبركته تستجلب الرحمات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات والموجودات سيدنا محمد كامل الذات والصفات، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ووالى عليه ذلك وأنعم، في النهار إذا تجلى وفي الليل إذا أظلم. رضي الله عن مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وأصحاب الفضل علينا، ومن علمنا ومن دربنا ومن دلنا عليه، ثبتنا اللهم على طريقتهم وعلى حجتهم، لا مبدلين ولا مغيرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الحق سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، فمن العبادات العظيمة التي ينعم الناس بثمرتها في العاجل والآجل شكر الحق سبحانه وتعالى على ما أولى من النعم. والشكر نصف الدين كما قال بعض العلماء، فما من آية أيها الأحباب إلا وختمت بقول منزلها لعلكم تشكرون. تعريف الشكر: الشكر لغة بمعنى الزيادة، يقول العرب شكرت الدابة، أي إذا أكلت فظهر عليها، أي فظهر أثر الأكل على تلكم الدابة، فيقولون شكرت الدابة، ويقولون كفرت الدابة إذا أكلت ولم يظهر الأثر عليها. هذا تعريف الشكر لغة. أما اصطلاحا، فبعضهم عرف الشكر بقوله هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، اعتراف بنعمة المنعم وهو الله سبحانه وتعالى على وجه الخضوع للحق سبحانه وتعالى ورؤية التقصير من الإنسان. وبعضهم عرف الشكر بقوله وعرفان الإحسان، ما الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليك. وبعضهم قال الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وعرفه الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه بقوله ألا يعصى الله بنعمه. وكثرة التعاريف تدل على شرف المعرف، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. تجد سادتنا العلماء رضوان الله عليهم استفاضوا في تعريف الشكر، وكما قال سادتنا العلماء أن للشكر ثلاثة أركان: أولا الاعتراف بالنعمة بالقلب، ويكون الاعتراف بالقلب أن تعترف بقلبك بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الركن الثاني هو التحدث بها على وجه الثناء، التحدث بالنعمة، إن الله إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. ويقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي
إن الله ليرضى على العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، أو شرب الشربة أن يحمده عليها، أي التحدث بنعم الحق سبحانه وتعالى لا على سبيل التكبر والغرور، وإنما على سبيل الثناء الحق سبحانه وتعالى والاعتراف بالنعمة للحق سبحانه وتعالى. ثالثا، الركن الثالث، وهو تسخير تلك النعمة في طاعة الحق سبحانه وتعالى، تسخير تلك النعمة في طاعة الحق سبحانه وتعالى والعمل بتلك النعمة. وهذا معنى قول الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه: ألا يعصى الله بنعمه. إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بأي نعمة من النعم، بأي نعمة من النعم، لابد أن تسخر هذه النعمة فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى. فإذا سخرت هذه النعمة أيها الإنسان المسلم في إرضاء الحق سبحانه وتعالى فقد شكرت هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، أي كل نعمة من النعم من الله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أيها الأحباب هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الأولاد، نعمة الوقت، نعمة الراحة، السكينة، الطمأنينة. ولما جاء هذا الأمر ونزل بنا هذا الوباء، نزل بهذه الأمة هذا الوباء وهذا الفيروس، استشعرنا نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، واستشعرنا قول سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. أصبح منكم آمنا في سربه، في حيه، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، قوت يوم فقط، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها، أي كل الدنيا جاءته بحذافرها. فلما قبل نزول هذا الوباء كنا في نعم كثيرة، وكانت الحياة طبيعية، وإنسان في عافية، إنسان في سكينة، إنسان في طمأنينة. ولكن لما تسأله تقول له: كيف أصبحت؟ قل: كيف أصبحت؟ ويتضجر من تلك الحياة، ويتضجر من تلك النعم التي هو منغمس فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن لما سلبت هذه النعمة وصرنا في الحجر الصحي، استشعرنا نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وصرنا نرى تلك الحياة التي كنا نتضجر منها هي أعظم الحياة، لأننا كنا في النعمة. والنعمة إذا لم تشكر، والنعمة إذا لم تشكر تفر، أي فرت النعمة، لأن قيد النعمة هو الشكر. والشكر أيها الأحباب من صفات الحق سبحانه وتعالى، قد وصف الحق سبحانه وتعالى نفسه بالشكور: إن الله غفور شكور، والله شكور حليم، وكان الله شاكرا عليما. وبمعنى، ما معنى شكر الحق سبحانه وتعالى؟ أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل، هذا معنى شكر الحق سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: والله شكور حليم، والله غفور شكور، أي فعول، صيغة مبالغة، أي كثير الشكر سبحانه وتعالى، بمعنى يعطي العطاء سبحانه وتعالى على عمل قليل. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا خرج في صحراء فبالغ به العطش مبلغه، فنزل إلى بئر فشرب من ذلك البئر، فلما أراد الخروج وجد كلبا يلهث عند رأس البئر، فقال: والله لقد بلغ به ما بلغ بي. فنزل إلى البئر وأتى بالماء وأعطاه لذلك الكلب فشرب، فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له الحق سبحانه وتعالى
وأدخله الجنة. فغفر له. وفي رواية امرأة بغي مسرفة على نفسها أصابها العطش ونزلت إلى البئر ووجدت كلبا يلهث فنزعت خفها وملأته ماء وأعطت للكلب يشرب، فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأثابها الله سبحانه وتعالى وغفر لها وأدخلها الجنة. أي هذا عمل قليل يعطيك الله سبحانه وتعالى به الثواب الكبير الثواب الكثير. أعددت لعبادي ما يقول في الحديث القدسي الحق سبحانه وتعالى، أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالشكر من صفات الحق سبحانه وتعالى، وكذلك الشكر من صفات سادتنا الأنبياء عليهم السلام، قد وصفهم الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بهذا الوصف. وصف سيدنا نوح عليه السلام بأنه شكور، فقال سبحانه وتعالى إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر للحق سبحانه وتعالى، دائما يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى. وقال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال على لسان سيدنا سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال لسيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا إلى ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه وأرضاه من حديث سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء ذات يوم إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال أخبريني عن أعجب عمل رأته من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى قربة فتوضأ وقام يصلي ويبكي وقام يصلي ويبكي حتى بلل لحيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه فأذن ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة فقال له يا رسول الله لماذا تفعل ذاك بنفسك وقد غفر لك الحق سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليس له ذنب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى كان يخطر على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى فقال لا تكلف نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف نفسك هذا التكليف، فأنت هو الشاكر وأنت هو الشكور للحق سبحانه وتعالى وأنت معلم البشرية الشكر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا، أي إذا أنعم الله سبحانه وتعالى علي بهذه النعم العظيمة أفلا أكون عبدا شكورا. والحق سبحانه وتعالى أمر عباده بالشكر فقال سبحانه وتعالى واشكروا لي ولا تكفرون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، اشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، ليس فقط باللسان الشكر باللسان وإنما بالعمل. قال الحق سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ذات يوم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يطوف بالبيت ويسمع واحد يدعو بهذا الدعاء اللهم اجعلني من القليل اللهم اجعلني من قال ماذا تقول؟ قال إنما أدعو الله سبحانه وتعالى. قال ومن هم القليل؟ قال ألم تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، لأن هذا الإنسان يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، يجحد كثيرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. الآن نأتي أيها الأحباب إلى ثمرات الشكر. لما يشكر الإنسان ماذا يعطيه الله سبحانه وتعالى؟ أول ثمرة من ثمرات الشكر أن الشكر من صفات المؤمنين. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا. فالمؤمن بين الصبر وبين الشكر، هذا المؤمن. أما المراقب لله سبحانه وتعالى فهو يشكر الله سبحانه وتعالى في جميع أحيانه
لأنه يرى أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى المعطي والمانع سبحانه وتعالى، فهو المعطي سبحانه وتعالى وهو المانع، وربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. ولهذا كان من دعاء الصالحين دائما: اللهم خل لي واختر لي ولا تكني لنفسي طرفة عين، أو أقل من ذلك، اللهم خل لي واختر لي، أنا لا أعرف يا الله، وإنما أنت خل لي واختر لي، لأن أنت تعرف ما يصلح لي. أول ثمرة من ثمار الشكر، أن الشكر من صفات المؤمنين. الثمرة الثانية أيها الأحباب، أن الشكر سبب لرضا الحق سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه، أي كل ما تشكر الله سبحانه وتعالى فيرضى عنك الحق سبحانه وتعالى. وأما الثمرة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى يرفع بالشكر العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم وآمنتم. فالحق سبحانه وتعالى يرفع العذاب بالشكر. إذا كانت الأمة في عذاب وفي بلاء وفي ابتلاء، إذا أرادت هذه الأمة أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنها العذاب وعنها البلاء والابتلاء، فلتشكر الله سبحانه وتعالى، ولتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بنعمة، فتصرف النعمة فيما خلقت له هذه النعمة. وأما الثمرة الرابعة يا أحباب، فإن الشكر سبب للمزيد. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر بمعنى هنا الجحود. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بمعنى جحدوا نعمة الحق سبحانه. وضرب الله لنا مثلين في القرآن الكريم. المثل الأول قول الحق سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جحدت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والمثل الثاني في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يميني وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا، أبما جحدوا نعمة الحق سبحانه وتعالى. هذا هو جزاء الجحود. جزاء الجحود أن يرفع الحق سبحانه وتعالى النعمة عن الجاحد. ولهذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. أما الثمرة الأخيرة أيها الأحباب، فالله سبحانه وتعالى يعطيك أيها الشاكر الأجر الجزيل في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وسيجزي الله الشاكرين. أي إذا شكرت الله سبحانه وتعالى سيثيب لك الحق سبحانه وتعالى الجزاء العظيم يوم القيامة، وكذلك يحفظ لك تلك النعمة. ولهذا قالوا: الشكر هو الحافظ للنعمة الموجودة وهو الجالب للنعمة المفقودة. الشكر هو الحافظ للنعمة الموجودة، إذا كنت في نعمة فيحفظ لك الشكر هذه النعمة، وكذلك يجلب لك النعم المفقودة. وإذا تأملنا نعم الله سبحانه وتعالى، نجد أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وكثيرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. أي مهما عددت نعمة الله سبحانه وتعالى ونعم الله عليك لا تحصي. ولهذا كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. على الحق سبحانه وتعالى أثنى على نفسه: الحمد لله رب العالمين. الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا معاذ هذا الدعاء، وقال: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وما هو الأمر أيها الأحباب الذي يؤديك إلى الشكر؟ قالوا: الأمر الذي يؤديك إلى الشكر هو الشعور بالنعمة.
لما تشعر بنعم الله سبحانه وتعالى فتشكر النعمة، ولكن عندما لا تشعر بنعم الله سبحانه وتعالى تكفر النعمة. مرة ذات يوم سيدنا إبراهيم بن الأدهم رضي الله عنه وأرضاه على رجل مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال: يا إنسان، أنت مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين. قال: يا بطال، إن الله سبحانه وتعالى ترك لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. إن الله ترك لي لسانا ذاكرا أذكر به وقلبا شاكرا وكذلك بدنا على البلاء صابرا. ولهذا قالوا: لا يشكر إلا المؤمن، أي المراقب لله سبحانه وتعالى والمستشعر لنعم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين له أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك امتثالا لأمرك ومحبة في ذاتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم أعنا على القيام واجعلنا من عدد العتقاء من النار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب حينا سعدا وأمتنا شهدا ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى، يا من لا مثل له في الذات والصفات، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي.